وبلغة الأرقام، وضمن آخر حصيلة محينة لوزارة الصحة مساء أمس، تم تسجيل 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، و1904 حالات إصابة جديدة. تأتي هذه الأرقام في وقت تعرف فيه حملة التلقيح ضد كورونا نسقا بطيئا، لتجدد السلطات الصحية دعوة المواطنين بضرورة الانخراط في منظومة إيفاكس والتلقيح ضد كورونا حسب الأولويات. وقد ارتفع إجمالي الملقحين منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في 13 من مارس المنقضي إلى 385,773 ملقحا، وقد فاق عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية 1,456,336 مسجلا إلى حدود الساعة 3 بعد ظهر اليوم السبت. يتواصل تعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مختلف ولايات الجمهورية، حيث تخطت حصيلة الوفيات 10,720 وفاة منذ ظهور الجائحة بعد تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بتاريخ أمس الأول 29 من أفريل المنقضي، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 309,119 إصابة بعد أن سجلت وزارة الصحة 1,904 إصابات جديدة في آخر حصيلة محينة لها. وتوازيا مع استمرار تصاعد سلم الأرقام جراء سرعة انتشار الفيروس التاجي وانتقال العدوى، تجدد السلطات الصحية دعوتها المواطنين الانخراط في منظومة التسجيل الوطنية إيفاكس وضرورة التلقيح ضد كوفيد-19، خاصة بعد التأكيد على أن نسق التلقيح ما زال بطيء. وفي سياق متصل بالتلقيح، وفي ظل الجدل الذي يثار حول شحنات التلقيح التي وصلت مؤخرا إلى تونس، أكد مصدر من رئاسة الجمهورية أنها لم ولن تتلقى أي كمية من التلقيح من أي جهة، مشيرا إلى أن تلقي أي كمية من التلقيح يتم فقط بواسطة الإدارة العامة للصحة العسكرية. وبين المصدر نفسه أن تخصيص أي كمية من التلقيح المضادة لكوفيد-19 لفائدة الأمن الرئاسي يستند إلى التعامل مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.